مشاهدينا اهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامج مصر بتبني والتي نقدمها من هنا في محور المحموديه. نتعرف كيف امكن ليد التخطيط المحكم والتنفيذ الجيد ان تحول واقعا كان مؤلما الى متنفس اقتصادي واجتماعي جديد. وبما أن الهندسة هي فن ملء الفراغ، فقد امتدت يد مصر لهذه المنطقة التي كانت يوماً ما مهملة مزدحمة عشوائية غير لائقة بساكنيها، لتتحول بأيد ساحرة وخلال أقل من عامين إلى النقيض تماماً بما يليق بساكنيها وبثغر مصر الإسكندرية، حيث نقف الآن. قوة الدولة تقاس بقدرتها على التوسع والعمران، هكذا تحدث ابن خلدون في مقدمته الشهيرة. أما الحق في العمران وتحسين وجه الحياة فهو حق من حقوق الإنسان، هكذا تتحدث الدولة المصرية الآن. ولأن هذا المكان يؤثر على حياة ملايين من ساكنيه ومن العابرين به، فقد تسارعت يد تطويره. تقول الأرقام إن طول هذا المحور يبلغ حوالي 23 كيلومتراً، يعد بهذا أطول محور مروري في الإسكندرية بعد محور الكورنيش والذي يبلغ طوله حوالي 16 كيلومتراً، ومحور الحرية والذي يبلغ طوله حوالي 14 كيلومتراً. يقطن هذا المحور على جانبيه حوالي 2 مليون نسمة من إجمالي سكان الإسكندرية الذين يبلغ عددهم حوالي 5 ملايين نسمة. يخدم هذا المحور 4 أحياء سكنية ذات كثافة سكانية عالية، هي المنتزه وشرق ووسط وغرب الإسكندرية. ولذا فقد تقرر بدء العمل في تطوير هذا المحور في أبريل من عام 2018 وبأيدي حوالي 15,000 من المهندسين والعمال. هذا المحور يضم حوالي 11 كوبري أساسي بالإضافة ل 25 محورا عرضيا و 22 كوبري لخدمة المشاة. هذا بالإضافة للمحور الأساسي والذي يبلغ عرضه ما بين 80 إلى 120 متراً لخدمة السيارات في كلا الاتجاهين. ومشاهدينا، مع القائمين على بناء وتطوير هذا المحور نبدأ النقاش حالاً. دكتور عمرو، حضرتك احد اعضاء الفريق التابع لجامعة اسكندرية الآن في الأساس بتطوير ترعة المحمودية تمهيدا لتطوير المحور بشكل عام، ودي يمكن كانت النقطه المهمه، رفع كفاءه هذه الترعه ومداخل الميه اللي جايه من رشيد عشان تغذي اسكندريه. بداتوا ازاي ووصلتوا لهذه النتيجه ازاي؟ هو احنا مبدئيا كده ترعه المحموديه هي ترعه طولها 77.1 كيلو، بتبتدي من محطه اسمها محطه طرمبات العطف من مدينه المحموديه على فرع رشيد من نهر النيل، وبعدين بترفع الميه بطول 77.1 كيلو. البداية بتاعة المشروع أو الجزء اللي تنفذ من المشروع هو طول آخر 22 كيلو 1.1 من ترعة المحمودية، اللي هم بادئين من أول الكوبري الدولي الساحلي اللي هي حدود مدينة محافظة اسكندرية الإدارية لغاية مصب ترعة المحمودية عند بوابة الميناء عند كوبري التاريخ بطول 22.1 كيلو. الجزء ده حصل فيه كالآتي: اشتغلنا على أول 7.8 كيلو دول، حافظنا على الترعه قطعها مكشوف زي ما هي، زي اللي احنا واقفين عندها بالظبط كده يا فندم. وذلك مع تهذيب القطاع وتاهيله. تهذيب القطاع بمعنى ان احنا نحافظ على القطاع بقطاع التصميم المطلوب لامدادات المايه اللي في الجزء ده، لان كان القطاع ترعه المحموديه في الجزء ده حصل له حاجه بنسميها في الري استبحار. استبحار يعني ايه؟ يعني القطاع بقى كبير جدا بالنسبه لكميه المايه المطلوبه منه. يعني العرض كان اكبر من كده؟ اكبر من كده بكتير جدا، يعني تقريبا مرتين العرض اللي موجود دلوقتي. العرض في بعض الاماكن وصل ل 50 متر، عرض 50 متر لترعه المحموديه. هو احنا كم متر دلوقتي؟ واحنا دلوقتي بالظبط القطاع المائي بالظبط 25 متر. حوالي تقريبا خفضنا نص العرض تقريبا. تقريبا نص العرض. وده بنسميه تأهيل وتهذيب القطاع، يعني احنا عملنا تهذيب للقطاع بحيث ان هو يتناسب مع كميات المايه المطلوبه بالظبط. وده بطول 7.8 كيلومتر. الجزء اللي بعد كده اللي هو حوالي 14.3 كيلو دول تم تغطيتهم
واستبدال الترع او استبدال دور الترع في الاجزاء ديت بمواسير. الجزء الاولاني ده عمل لنا ايه؟ المزايا اللي حصلت من الجزء ده ثلاث مزايا مهمين جدا، اللي هو الجزء المكشوف. المكشوف بالظبط كده. اول جزئيه ان هو تهذيب القطاع ده بقى بيوفر كميات الميه اللي المطلوب من وزاره الري توفيرها عشان يحقق مناسيب التغذيات المختلفه، اهمها طبعا محطه مياه السيوف اللي موجوده عندنا. فبدل ما هم كانوا بيضخوا كميات ميه كبيره جدا ملهاش لازمه عشان منسوب الميه يتحقق ويغذي محطه السيوف، دلوقتي بقى هو بيضخ كميه الميه المطلوبه بالظبط. هو طبعا عشان نعرف محطات الميه علشان تضخ عشان تسحب الميه لازم تكون عند منسوب معين، لو منسوب اقل بيبقى صعب سحب الميه. بالظبط، بتدخل بعكاره يعني. بتدخل بعكاره طبعا زي ما حضرتك قلت، وكمان ما بتحققش كميات الميه المطلوبه لشركه الميه. الحاجه الثانيه سرعه التعويض، يعني بمعنى لو منسوب الميه انخفض نتيجه سحب زائد من شركه الميه او من المآخذ المختلفه، سرعه التعويض بتاعته بقت كبيره جدا، يعني الميه بقت بتتعوض من اول كفر الدوار لغايه المكان اللي احنا واقفين عنده ده في حوالي 6 ساعات او 7 ساعات. فده طبعا كان قبل كده بياخد حوالي يوم كامل عشان يقدر يرفع المنسوب تاني، فكان خلال اليوم ده كانت شركه الميه والمآخذ المختلفه بتعاني لغايه لما الميه تتحقق لها تاني، وبالتالي كان بيحصل انقطاع ميه في اسكندريه. بالظبط كده. بالظبط كده. الحاجه الثالثه اللي حققها تهذيب القطاع ده الناحيه البيئيه والتعديات اللي موجوده على الترعه، بمعنى ان الترعه لما كانت في متناول الناس وقريبه منهم كان في تعديات عليها من نوعين، تعديات بيئيه ان الناس بتلقي المخلفات بتاعتها في الترعه، وده ما بقاش موجود دلوقتي نتيجه الحمايه والجسور اللي موجوده والسور اللي موجود بطول القطاع المكشوف. والحاجه الثانيه ان الناس كانت بتتعدي على ترعه المحموديه كميه، يعني بتاخد الميه بشكل غير مقنن، يعني بدون اي وجه حق اي واحد عنده احتياجات مائيه لمياه هيكلة او عنده قطعه ارض او كده كان بيتعدى على ترعه المحموديه وبياخد كميات ميه بشكل يعني بشكل غير مقنن. وده طبعا ظهر بسرعه في محطه الميه، انه الميه بقت اجود وكميه الضخ بقت اكبر اجود او منتظم على الاقل، وتعويض الميه وتحقيق المنسوب منتظم حتى في حالات اقصى احتياجات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي اللي هي حالات زراعه الرز على ترعه المحموديه واقصى استهلاك الميه اسكندريه اللي هو شهور الصيف. خلينا دكتور برضه نوضح انه ترعه المحموديه مش بتغذي بس منطقه المحموديه اللي هي او المكان اللي بتمر عليه اللي هو حوالي 2 مليون نسمه، احنا بنتكلم في عدد اكبر من السكان او حتى من زائري اسكندريه او من العابرين باسكندريه، فاحنا بنتكلم في عدد ضخم جدا بتخدمه المياه دي. بالظبط كده. هي زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، هي الجزء ده من الترعه اللي تم تاهيله بيخدم ترعه الشرب وبيخدم محطه سيوف المعموره، وده بيخدم كل محافظه اسكندريه، يعني كل مياه محافظه اسكندريه بكل القطاعات الاداريه بتاعتها بتاخد المياه بتاعتها من الجزء ده. في حاجه برده مهمه جدا اتعملت في القطاع المكشوف اللي هو تاهيل المآخذ المختلفه اللي موجوده على الترعه، يعني الترعه بتاعتنا ديت عليها 29 مآخذ في القطاع اللي اتعمل، ال 29 مأخذ دول بالكامل تم اعاده تاهيلهم وتركيب بوابات حديثه ليهم وتركيب بوابات منتظمه بحيث ان احنا نقدر نتحكم في كميات الميه اللي رايحه المآخذ، ما يبقاش الموضوع غير متحكم فيه زي الوضع اللي كان موجود قبل. وطبعا دكتور بالاضافه لده يعني بقى في مشهد حضاري اكبر، يبقى الترع بقت زي ممشى، في ناس بتصطاد ما شاء الله بشكل لطيف، فبقى لها استخدام اخر، ممكن يكون سياحي ممكن يكون ترفيهي حتى، لكن حضراتكم بعد شويه لجأتوا الى الصرف المغطى او لتغطيه ترعه المحموديه بشكل كامل، ليه لجأنا للحل ده؟ تمام. هو طبعا احنا بدايه من النقطه دي، احتياجات الميه في الجزء اللي موجود في الخلف احتياجات ضعيفه جدا جدا. يعني ايه هي احتياجات الميه اللي موجوده في الجزء اللي بعد المنشأ او العمل الصناعي اللي موجود ورانا ده؟ عباره عن تغذيه بحيره في اسكندريه اسمها بحيره خلف المطار بفاية ترعة المحمودية وتغذية بعض المآخذ الزراعية اللي مش كبيرة زي كل مأخذ البحوث الزراعية ومأخذ اللاندسكيب بتاع نادي سموحة ونادي سبورتنج وحدائق أنطونيادس. فمن هنا جات الموضوع ان احنا نقدر مش محتاجين كل قطاع الترعة اللي كان موجود، احنا محتاجين قطاعات اقل لتغذيتها فنقدر نغطي الترعة في الجزء ده. طب دكتور المسافة طويلة لغاية نهاية المحور، فاحنا كده استخدمنا كم كيلو مواسير تقريبا؟ بالظبط يا فندم، احنا استخدمنا حوالي 5 كيلو دول خطين متوازيين، فحوالي 10 كيلو خطين متوازيين، وبعد كده عندنا حوالي بقيه المسافه اللي هي حوالي 9 كيلو دول خط واحد بس اللي رايح على المصب ترعه المحموديه عند البحر. بالاضافه لكده في حاجه مهمه جدا احنا عملناها في المشروع ودي ما كانتش موجوده قبل كده، في 3 محطات
بيغذوا من ترعه الشرب اللي انا قلت لحضرتك عليها. اسمهم محطه النزهه ومحطه اسمها بابور المايه او رافع محطه شرقي، باب شرقي دي من المحطات الكبيره جدا في اسكندريه، ومحطه اسمها محطه فرن الجرايه. من ضمن مكاسب المشروع ان احنا عملنا خط ناقل للمياه العكره بسعه 200 الف متر مكعب يوم. ده يقدر يمد الثلاث محطات دول بتحقيق التوسعات بتاعتهم المستقبليه وزياده السعه بتاعتهم. يعني هم لو عايزين يزودوا السعه هيقدروا يضخوا ميه لتوسعات اسكندريه كلها. احنا اشتغلنا على المستقبل كمان. بالظبط كده. فدي كان ده برضو من ضمن الخطوط اللي موجوده. الخط ده طوله تقريبا بطول حوالي 12 كيلو لغايه محطه فرن الجرايه، بيغذي الثلاث محطات دول من محطه طرمبات المفروض ان هي تتعمل في داخل محطه سيوه. مهندس عمر، عشان ننتهي من محور ضخم بضخامه محور المحموديه، اكيد ما تحت الارض من اعمال كان ضخم جدا يمكن ما يبانش دلوقتي، لكن عشان نخلص من مواسير كهرباء وصرف وما الى ذلك اكيد دي خدت منكم وقت وتخطيط ومجهود. محور المحموديه قبل التطوير وقبل ما نشوف الوضع اللي احنا فيه دوت كان عباره عن ترعه مردومه، محدش شايف اي حاجه، محدش يعرف دي ايه، دي ممكن انت تيجي تقف على ماسوره ما تعرفش هل دي ماسوره فيها ميه ما فيهاش ميه، هل ده كابل كهرباء شغال او مش شغال، طب هل ده تبع ايه، طب ده منين، ده مودي على ما كناش نعرف اي حاجه. ما كانش فيه خرائط لهذه المرافق. ما كانش فيه خرائط خالص واضحه، لان ما كانش اي حد يجي في متخيله ان المحموديه هتتطور، فنحتاج مثلا منسوب مواسير الميه، نحتاج شبكه خطوط الصرف، نحتاج امتداد كابلات الكهرباء، نحتاج خط الغاز. انتوا بقى نظمتوا العمل ازاي وفصلتوا المرافق دي عن بعضها؟ في مرافق كانت بتقابلنا مشاكل كبيره مش عارفين نعمل فيها ايه، فكنا بنرجع للاستشاري المصمم. انا مثلا ماسوره ميه خط خطوط كبيره مثلا خط 1000 عارض معايا، ما اقدرش انقل الخط ده من مكانه، خط مثلا عشان انقله مثلا هيقطع الميه مثلا محافظه اسكندريه 3 ايام، طب مرفق زي ده هيتعامل معايا، خط كهرباء كابل كهرباء لو انضرب ممكن يفصل النور على محطه مثلا كهرباء السيوف او كهرباء ابو سليمان او مرفق. فما اي كان في مشرط جراح بيشتغل في الحكايه، حزر. احنا في منطقه كانت خطره جدا عندنا اسمها قطاع العوايد، يعني يمكن الناس اللي من اسكندريه تدرك قطاع كوبري العوايد. كوبري العوايد ده كان معدي تحتيه ما لا يقل عن 40 كابل كهرباء. طب باشمهندس، زمنا مساله تعديل المرافق دي خدت منكم وقت قد ايه؟ يعني بالنسبه لموضوع مساله تعديل المرافق احنا اشتغلنا فيها من اول بدايه الشغل، وحاولنا ان احنا ما نقفش عن المرافق، لان احنا لو كنا وقفنا عن المرافق كنا هنأخر الخطه الزمنيه بتاعت المشروع، ممكن كانت تضاعف الضعف او الضعفين. فاحنا حاولنا ان احنا نشتغل مع المرافق على التوازي. يعني العمل كان فيه توازي بين اشياء كتير، لكن قول لي يا باشمهندس دلوقتي بقى محور المحموديه ليه خطط بالنسبه للمرافق، بقت معروف مرافقه رايحه فين وجايه منين، وليه خريطه وخطه ومعروف اذا حبينا نتدخل بعد كده فعارفين هنروح فين. طبعا زي ما قلت لحضرتك برضو ان احنا كنا حاولنا ان احنا نبعد المرافق عن الطريق الرئيسي. ليه؟ عشان احنا ما نجيش مثلا نعمل طريق وطريق رئيسي وصارفين عليه ومكلفين، ونيجي مثلا يحصل عطل في كابل كهرباء، وارد يحصل ان مثلا كوع في ماسوره ميه زي ما بيقولوا كده يطلع من مكانه يتخلع. حاولنا ان احنا نبعد بالكلام دوت عن الطريق الرئيسي، حاولنا ان احنا نجيبه في الخدمات. لو حصل تدخل بعد كده بقى عارفين احنا حصل تدخل يبقى احنا عارفين ان الحدود، الكابل ماشي في متر الحركة في الاسفلت الكابل ماشي تحت البردوره، ماشي تحت الرصيف. هو دلوقتي تطوير محور المحموديه خلانا نكتشف ان في اراضي جديده او اراضي غير مستغله، دلوقتي احنا نستغل هذه الاراضي. تقريبا شكل الاراضي دي ازاي؟ يعني هل هي في داخل المحور على اطراف المحور؟ لما لزمنا المحموديه بالعرض كامله وخدنا حدود الطريق بتاعنا وخدنا حدود طريق الخدمات ظهر معانا اماكن مكتسبه كتير، فحاولنا ان احنا نستغل الاماكن دي. بدانا ان احنا نشتغل اول حاجه على اماكن المكتسبه ديت ان احنا نعمل مناطق تنمويه. ايه الاراضي الغير مستغله ممكن يبقى عليها مشروع بعدين؟ عملنا عليها حوض، يعني احنا قلنا هي دي خلاص منطقه مكتسبه، حوطنا عليها خدنا طريقنا واكتسبنا المنطقه دي. عشان بقى المنطقه ديت حصرنا عندنا منطقه واحد زون واحد واثنين وثلاثه، حددنا الزونات، عندنا المناطق المكتسبه عندنا كلها عشان نشوف بعد كده بقى في التطوير. فالمناطق التنمويه دي وفرت الخدمات، وفرت الخدمات في المنطقه، وفرت كل حاجه، وتوفر معاك الطريق. فممكن انت يعني كده اتوفر عندي الارض بخدماتها بطريقها بس، وبقى عندك المرافق. انت مثلا كمستثمر نتكلم في استثمار مثلا، انت كمستثمر خلاص انا جاي موفر لك ميه، موفر لك كهرباء، موفر لك كل حاجه موجوده، المرافق عارفه ده جايه منين ورايحه فين. بعدين انت تشتغل مش هيبقى عندك اي اعاقه، انت هتبدا تنزل تشتغل واخد حدود ارضك، واخد معامنك، واخد كل مرافقك، وبالتالي قيمه الارض استثماريا طبعا هتفرق كتير. يعني قيمه الارض ويمكن قيمه اصلا العقارات اللي على جنب المحور انا كاهالي اسكندريه استفادوا منها كتير.
احمد ده احد الكباري ال 11 اللي على محور المحموديه اللي اتعملوا جديد وانشوه حديثا، واظن الفكر فيه اختلف في انشاء الكباري دي. يعني انا اول مره اشوف كوبري من 3 ادوار، فاوصف لي انتوا فكرتوا ازاي تعملوا هذا الاستغلال للمساحه. زمان كان في هنا ترعه المحموديه، فترعه المحموديه كان فيها بياعين موجودين، وكان فيها باعه جائلين، وكان في هنا الطريق يعتبر مقطوع الابلي عن البحري. فعشان يتعمل المحور لازم البائعين دول يرجع يبقى لهم مكان مصدر رزق ليهم. فالفكره جت من هنا ان يتعمل كوبري من 3 ادوار، نستغله مساحه الارضيه، مساحه جراجات. الدور الاولاني محلات يرجع فيه الباعه دي بصوره حضاريه بصوره كويسه، والدور الثالث الكوبري عشان خاطر السيوله المرور. يعني الدور الثاني ده يعتبر كله محلات، كله مول تجاري. ده على كل الكباري 11 يا باشمهندس؟ كل الكباري فيها نفس السيكونس ده ونفس الفكره. تقريبا عندنا كم محل تقريبا؟ الكوبري ده فيه حوالي 220 محل. ثانيا ان فكره استخدام الكوبري ان هو يبقى 3 في 1 مش زي اي كباري احنا عارفينها قبل كده، دي فكره تعتبر اول مره تتنفذ في مصر. ان انت تاخد نفس المساحه تبقى هي جراج، وهي نفس المساحه مول تجاري، وفي نفس الوقت المساحه دي هي مسار سير العربيات في الطريق السريع. طب يا باشمهندس، هو المكان اللي اقيم عليه الكوبري ده كان في الاصل ترعه، ارض فيها ميه. فازاي تغلبتوا على الفكره دي انكم تبنوا على ارض كانت رخوه؟ في بدايه الشغل خدنا جسات وعرفنا ان تربه التاسيس بتاعتنا على بعد 35 متر اللي هي صالحه ان هي تتحمل الاحمال دي. فلجانا لطريقه البناء عن طريق الخوازيق، وتغلبنا على الطبقه الرخوه، وان احنا نزلنا تحتيها وبقينا ناسس على الطبقه الصالحه للتاسيس. يا باشمهندس، هو ليه 11 كوبري على المحور ده؟ ليه العدد ده؟ بص يا سيادتك، انت دلوقتي عايز تعمل محور حر سريع اسكندريه. المحور ده فيه تقاطعات كتيره مع شوارع كبيره ومهمه، وشوارع فيها كثافه مروريه عاليه. لو جينا عند كل تقاطع واشتغلنا الطريق كان ماشي سطحي، عند كل تقاطع هيحصل تكدس مروري يعيق فكره الطريق الحر. فاحنا جينا عند كل التقاطعات الحيويه وعملنا الكباري دي، بحيث ان اللي عايز يستخدم الطريق الحر يستخدم اعلى كوبري، واللي عايز يخش التقاطعات دي يمشي على طريق السطح. كده اظن على التكدس طول ال 23 كيلو بتوع المحور. كده مفيش اي حاجه اسمها تكدس، والجراجات اللي موجوده تحت الكباري قضت على حته الرؤوس العشوائيه في اي مكان. وبرضه استخدمنا فكره المطبات علشان نعيق الحركه او نبطئ السرعه شويه عند المحاور. استخدمنا المطبات عند التقاطعات عشان تهدي سرعه العربيات، عشان ما يحصلش صدام في اللي بياخد يوتيرن واللي ماشي طبيعي. وعشان ثقافه المحور الحر مش موجوده عندنا، لسه اول مره تنشا، حطينا في المطبات اسهم محدده للاتجاه، بمعنى ان اللي ماشي عكس اتجاه الاسهم دي هتفرقع له الكاوتش. احنا برضو استغلينا المساحه وعملنا الكوبري يكون عريض شويه، ما يكونش ضيق فياخد عدد اصغر من السيارات. الطريق السطحي من تحت بقى طريق بطيء زي اللي احنا واقفين فيه ده، طريق سرعه متوسطه اللي هو جاي من الطريق السريع المحور السريع وعايز يخش اي تفرع من اللي بيقدم عليهم الكوبري بيمشي على الطريق المتوسط. اما الطريق السريع اللي هو بنفس سرعه المحور اللي هو فوق الكوبري، كام عرض الطريق؟ عرض الكوبري من فوق 24 متر، بيخدم 4 حارات مروريه في الاتجاه الرايح و4 حارات مروريه في الاتجاه الجاي، بمعنى ان 4 عربات يقدروا يمشوا جنب بعض. فكده الاختناق تقريبا اختفى من هذه المنطقه. هي حضرتك احنا دلوقتي لو احنا في الوقت القديم قبل وجود الكوبري وايام الترعه كنا هنا مش هنقدر نقف اساسا من كتر العربيات اللي هتبقى واقفه في الحته المخنوقه. باشمهندس مروان، علشان نحصل على محور بهذا الطول وهذا العرض في منطقه عشوائيه او مكتظه بالسكان، دي تشبه عمليه التشريح تقريبا. فانتوا ازاي رسمتوا الخطه او قسمتوا العمل عشان تصلوا في النهايه لهذه النتيجه؟ احنا قسمناها على خطوات، كانت الخطوه الاولانيه عندنا ودي الاهم، ان احنا نعمل الطريق الرئيسي اللي هو عليه الضغط الكبير وبيشيل اكبر عدد من السيارات. اعتمدنا على تسهيل حركه المرور على خدمه، طبعا كانت حالتها سيئه الاول بس كنا مضطرين، لحد ما انتهينا من تنفيذ الطريق الرئيسي، وبعد كده بدانا على طول في انشاء طريق الخدمه. الطريق بصفه عامه محور المحموديه بيبدا من الطريق الدولي الساحلي وبينتهي في منطقه كفر عشري بطول 23 كيلومتر. تم تنفيذه لتخفيف التكدس المروري عن منطقه طريق البحر وعن طريق شارع ابو قير، دول كانوا المحورين الرئيسيين عندنا هنا في اسكندريه. طب انتوا كان عندكم اكتر من مشكله، يعني منهم مثلا مشكله ان في صرف مغطى وصرف مكشوف. تمام. فازاي برضو اتعاملتوا مع الصرف المكشوف؟ هو المحور عندنا بيتقسم قطاعين، في القطاع المكشوف بطول 8 كيلو متر، في القطاع المغطى بطول 15 كيلو متر. القطاع المكشوف ده
عباره عن اتجاهين، كل اتجاه فيه طريق رئيسي وفيه طريق خدمه. الطريق الرئيسي عباره عن 3 حارات وطريق الخدمه عباره عن 2 حارات. اما بالنسبه للقطاع المغطى فالطريق الرئيسي يكون عرض فيه اكبر شويه 4 حارات وطريق الخدمه برضه 2 حارات. بس لو لقينا معانا مساحه كافيه في طريق الخدمه تكفي ان احنا نزود عن 2 حارات كنا بنزود. طب يا باشمهندس الطول ده هل قسمتوه الى مراحل ولا اشتغلتوا عليه كمرحله واحده؟ لا اشتغلنا كل الشغل كله كان بالتوزيع، بدانا كله بدا مع بعضه وكله تقريبا انتهى مع بعضه خلال فترات وجيزه يعني. يعني كانت الاختلاف مثلا بين منطقه والثانيه تتكلم في شهر شهرين، لكن كله تقريبا انتهى في نفس المده. اكيد عمليه الرصف نفسها كانت مجهده لان دي في الاساس كانت منطقه زراعيه او منطقه رخوه بسبب وجود ترعه وارض رخوه. التاسيس كان اصعب مرحله لان زي ما حضرتك قلت كانت الاراضي معظمها بطبيعه زراعيه هنا، فكان في غرز اصلا للمعدات وكنا بنجد اكبر صعوبه ان احنا ندخل جرارات او ندخل معداتنا او عندنا توريد مش عارفين ندخله. فكنا الاول بنعمل زي تمهيد كده وبنعمل زي طبقه اساس مبدئيه تساعدنا ان احنا ندخل التوريد بتاعنا ونبدا نعمل عمليه الاحلال والتاسيس واحده واحده ونستبدل بالماده اللي احنا حطيناها بالماده الاساسيه اللي هي داخله تبع الجهه الاستشاريه. التاسيس ده خد منكم وقت اكتر يعني؟ اخد مننا وقت كبير طبعا وهو كان اصعب حاجه. اما بالنسبه لعمليه الاسفلت فكانت اصعب حاجه ان احنا نتحكم في الحركه المروريه والزحمه. كنا بنستعين طبعا رجال المنطقه الشماليه ورجال القوات المسلحه ورجال الشرطه اللي كانوا بيدخلوا علينا. تخطيط الطريق نفسه ما بين خدمات وبين طريق رئيسي ده برضو خد منكم تفكير لانه ازاي تخدم اللي بيحتاجه اللي ماشي في الخدمات او اللي بيحتاجه في طريق الاساسي الرئيسي. فانتوا قسمتوا الحكايه برضو ازاي؟ يعني هو احنا طبعا كنا بنربط ما بين طريق الخدمه والطريق الرئيسي عن طريق سليب رامبات بتتواجد على كل مسافه معينه بيحددها الجهه الاستشاريه، وكنا بنبدا في التنفيذ على طول. وطبعا كنا اصعب مشكله بنواجهها ان احنا عايزين نتفادى عمليه الحوادث اللي بتحصل. فاللي تم التنفيذ لو حضرتك تلاحظ هنا هتلاقي الطريق الرئيسي اتجاه السير فيه هو نفس اتجاه السير في الطريق الخدمه. في الطريق الخدمه يعني هنا مثلا هنلاقي كله متجه في اتجاه كفر عشلي، هنا هنلاقي كله متجه في اتجاه طريق الدوله الساحلي. بس ورجال الشرطه كانوا عند كل دخله السير رامبو معينه بيحطوا طبعا حجز مروري معين بحيث ان هو يجبر اللي جاي او اللي خارج ان هو يتأيد بالمسار المحدد، ياخد مسار محدد. تمام. طيب برضو بناء عدد كبير من الكباري اكيد عاق شغلكم انتم، اكيد تم عمل بالتوازي بينكم وبين شغل الكباري. كان بيتم التنسيق من خلال رجال الهيئه الهندسيه للمنطقه الشماليه، كان بيتم التنسيق من كل الشركات سواء احنا كشركات طرق او غيرنا من شركات الكباري، وما كانش في حد فينا بيتاخر على الثاني يعني، كانت العمليه ماشيه بانتظام. وبعد الفاصل نواصل النقاش وتابعونا. مشاهدينا من جديد اهلا بكم، ومصر بتبني في هذه الحلقه التي نتابع فيها كيف تم تطوير محور المحموديه في الاسكندريه. الواقع ان هذا المحور ليس مجرد طريق يعبر عليه العابرون، وانما هو مجتمع متكامل يضم حوالي 14 منطقه استثماريه متكامله، كما انه يساهم في تطوير مساحه من الارض تبلغ حوالي 2,110,000 متر مربع، سيعاد تأهيلها استثمارياً لتوفر حوالي 40,000 فرصة عمل. والواقع أن ما يتم الآن في محافظة الإسكندرية يأتي في إطار خطة أوسع لتطوير المحافظة يضاف بها حوالي 118,000 فدان إلى مساحتها العمرانية، بالإضافة لرفع كفاءة مينائها الشهير. تتكامل الصورة مع تطوير المناطق العشوائية السابقة في الإسكندرية وتحويلها إلى سلسلة بشائر الخير، بشائر الخير 1 و2 و3، والتي باتت الآن تضم أكثر من 12,000 وحدة سكنية، بالإضافة لعشرات المساجد والكنائس والمدارس والملاعب والوحدات الصحية. ومشاهدينا حالا نعاود هذا النقاش. ما
باشمهندس هاشم، عشان يعني نصل لمرحله ان احنا نعمل بحيرات جديده في اسكندريه، اظن ده فكر هندسي متطور، استغلنا فيه كميات ميه خارجه من محور المحموديه ووصلنا بيه في النهايه للنتيجه دي. عندنا ثلاث بحيرات جدد على محور المحموديه. ازاي جت لكم الفكره؟ الفكره ابتدت من في تطوير محور المحموديه، استغلنا اعرض منطقه في محور المحموديه ننشئ فيها ثلاث بحيرات، واحده اسفل كوبري 14 مايو واثنين بعديها، بحيره 2 وبحيره 3. البحيره الاولانيه بحيره عامه للشعب الترفيهي، وبحيرتين استثماري تجاري بالخدمات بتاعتهم. استغلينا الفرصه بتاعه تجديد الميه من المواسير اللي جايه من المحموديه بعد تغطيتها في المحور، اللي هي تتجدد. البحيره الاولى حوالي 25000 متر مكعب، البحيرتين التانيين كل واحده حوالي 50000 متر مكعب. استغلينا زي ما انا قلت البحيرتين التانيين في استثماري تجاري بالخدمات بتاعتهم، سواء كانت حمامات او مناطق تخزين تصلح للمحلات التجاريه، المطاعم، كافتريات، حتى الروف كمان اللي فوق المحلات استغل يبقى اماكن تجاريه او كافيهات على الاوبن اير مفتوح. وهي نفس كميه الميه؟ هي نفس كميه الميه، ما زدناش فيها حاجه. لا طيب، يعني اعتقد ده برضو ده مخزون الميه الموجود اللي ممكن يعني يجدد يوميا، او يجدد كل 24 ساعه. بيتجدد كل 24 ساعه، وفي نفس الوقت مخزون استراتيجي بيصلح في موسم الامطار، نصلح اللي احنا نخزن ميه الامطار فيه. يعني ده برضو دي تعتبر بحيره مخزن؟ بحيره بحيرتين. ما شاء الله ميه المطر في اسكندريه كل سنه بتيجي كتيره جدا، فتصرفها في المكان ده يعتبر تخزين ليها. الحمد لله. ايوه، ودي كانت طبعا فكر الهندسي اللي هو احنا نستغل تجديد الميه وتخزين الميه في نفس الوقت في البحيرتين. تمام. طيب بحيره منهم هتكون بحيره عامه للناس؟ عامه للناس. دي فقط للترفيه العام. طب البحيرتين التانيين استثماري؟ استثماري. يعني في كم محل تقريبا؟ احنا بنتكلم في بحيرتين 107 محل، في بحيره 52 محل وبحيره 55 محل، كل بحيره ليها اماكن خدمات ليها منفصله، حماماتها، المناطق تخزين كمان عملنا حسابنا اماكن تخزين للمحلات ليها. دول بالنسبه للبحيرتين. والروف، بكل روف بيحتوي حوالي من 10 ل 15 مكان ينفع يصلح يبقى كافتيريا. وزن شوانس في تصميم كل بحيره زي كده او ايجاد بحيره مستجده بالشكل ده انه ما يحصلش منها اعاقه للحركه في المحور بشكل عام؟ طبعا احنا اترعى في التصميم ان يبقى فيه حوالي 4 كباري مشاه بتنقل المشاه من جانبي الطريق للمكان البحيره، عشان نمنع تواجد المشاه في الطريق اللي يطلع يتقاطع مع الطريق. عندنا ثلاث كباري مشاه بيهم بينزل من جانبي الطريق لنص البحيره، واظن عشان ما يحصلش حتى تلوث بسبب تكدس السيارات على البحيره. طبعا طبعا، لان احنا عندنا البحيره الواحده في عرض حوالي 50 متر وطولها 240 متر في البحيرتين، والبحيره الاولانيه بحيره واحده اللي هي الترفيهي حوالي 150 متر في عرض 35 متر. وفي نفس الوقت اوجدنا فرص عمل، احنا عندنا حوالي 250 محل تجاري بمختلف الانشطه ان شاء الله لما تفتح، ففي فرص عمل. يعني طبعا اكيد بتوفر فرص عمل للشباب وافكار جديده كمان للاستثمار، ان يبقى عندنا محل على بحيره، وده موضوع اول مره في اسكندريه ما شفناش ان عندنا محلات على بحيره في منتصف اسكندريه كمان، وفي محور تنموي زي محور المحموديه. وما اظنش ان في بحيره صناعيه اصلا في اسكندريه. لا، دي اول بحيرتين صناعيه عليها استخدام ترفيهي تجاري. دي اول مره تحصل في اسكندريه، ودي ان شاء الله تبقى فرصه لاهالي اسكندريه بقى يعني للاستثمار فيها وشباب اسكندريه. هو اصلا فرصه لاهالي المحور كمان اللي ساكنين على جانبي المحور، انه قد ايه شكل الحياه اختلف. اكيد طبعا، كان المكان الاول يمكن لو في صور قديمه حضرتك تعرضها، المحور كان طبعا قبل كده كانت ترعه المحموديه، كانت مكان للقمامه ووكر للجريمه. دلوقتي بقى حتى المساكن قدام مننا او العمارات بتطل على فيو رائع ومنظر جميل. حتى الاستثمار بتاعها كمان الاماكن دي اختلف خالص. الاستثمار نفسه ارتفع قيمته طبعا، العقارات الموجوده على جانبي المحور طبعا. كان بيبص على ترعه المحموديه، بقى بيبص على محور تنموي زي محور المحموديه. طب يا باشمهندس، هو كده اجمالي مساحه الثلاث بحيرات تقريبا يوصل لكام؟ احنا بنوصل حوالي ال 100000 متر مكعب ميه، بيتجددوا كل 24 ساعه، وفيها طاقه استيعابيه كمان لمياه الامطار في موسم المطر. وفكره تصريف المياه واحلالها وتجديدها دي بتتجدد، هي اساسا كان سبب التصميمي للبحيرتين، ان البحيرتين كانوا تصمموا على اساس ان الاماكن ديت يبقى تجديد للمياه وتعرضها لاشعه الشمس عشان تقلل الطحالب وتقلل الحاجات اللي كان ما طالع من المواسير. واستغلينا ان الفيو اللي على البحيرتين يبقوا مكان تجاري ترفيهي. هو في الاقتصاد مصطلح اسمه القيمه المضافه، يعني بنعمل قيمه اكتر للسلعه، فاظن في الفكر الهندسي ممكن يبقى نفس الكلام، في قيمه مضافه للمساحه. طبعا لما بيتجدد الفكر
وبيتغير الوضع من شيء لشيء بيدي إضافة كبيرة للمكان وللمجتمع اللي احنا عايشين فيه. لما نغير من وضع اللي كان فيه ترعة المحمودية لبحيرتين صناعيتين ترفيهي تجاري جمالي متنفس للناس جمال يعني سواء الناس اللي عايشة في المكان أو البيئة المحيطة بينا أكيد بتتغير، وهكذا نملأ الفراغ حسب نظريات الهندسة. بالظبط كده. باشمهندس احمد، احنا دلوقتي على احد كبار المشاه ال 22 اللي موجودين على محور المحموديه. تمام. وان محور المحموديه 23 كيلو، فاذا عندنا تقريبا لكل كيلو كل كبر مشاه. هل ده كان مقصود؟ طبعا ده مقصود بالنسبه لكبار المشاه. عندنا اكثر مناطق مزدحمه بالسكان، عندنا مثلا منطقه خرشد، منطقه العوايد، حجر النواتيه، المناطق دي مزدحمه جدا. تقريبا من كل منطقه ومنطقه حوالي كيلو. يعني اصرينا ان احنا نحط كباري المشاه في المناطق المزدحمه، وحاولنا نوسطن المسافه بحيث ان كل كيلو حطينا كوبري المشاه في 23 كيلو، عندنا 22 كوبري المشاه. وبكده هنخدم تقريبا كل السكان، ما فيش حد هيعبر المحور. كل السكان هتعبر المحور عن طريق كباري المشاه. نبعد خالص على الطريق السريع لسلامه طبعا المواطنين. كل اي مواطن يقدر يعدي في اكثر مناطق سكنيه عن طريق كباري المشاه. طب باشمهندس احمد، هل كل كباري المشاه اللي انتوا صممتوها دي زي بعض ولا في اختلافات؟ لا طبعا، اشكال معماريه مختلفه، اشكال معماريه كتير جدا. عندنا الارش، عندنا اللاين، عندنا واير، كل شكل حسب المنطقه اللي هو فيها، بحيث كباري المشاه اصلا طولها بيتراوح من 50 ل 70 متر حسب المنطقه. في كباري مشاه بتعبر الترعه، ده في القطاع المكشوف عندنا 8 كباري مشاه هناك، بيعبر الطريق السريع والترعه المحموديه والطريق السريع في الجهه الاخرى، وبينزل في الخدمات، يعني بيبقى من الخدمات للخدمات، يعني الاستخدام مختلف. يعدي الترعه او يعدي الطريق. ايوه بيعدي الترعه. في مناطق، في كباري زي مثلا الكوبري اللي احنا موجودين عليه ده حاليا، بيعبر السريع وبينزل في المنطقه التنمويه. المنطقه التنمويه دي بتبقى بين المنطقه القبليه والمنطقه البحريه. المنطقه التنمويه خلينا نقول المنطقه الترفيهيه. ايوه منطقه ترفيهيه، فيها اماكن ترفيهيه وفيها يعني كل الاماكن اللي تقدر تخدم المواطنين. فيبقى في كوبري يسهل عبور المشاة للمنطقة دي. للمنطقة دي ولو هتعدي الجنب الآخر الجهة البحرية برضو نفس الكوبري بيعبرك من، يعني هو الكوبري من القبل للمنطقة ومن المنطقة للبحري. فعلى كده اختلفت الأطوال. على كده اختلفت الأطوال في على طول المحمودية. هو طبعا جميل جدا انكم راعيتوا اختلاف التصميم في النهاية. يبقى في تصميمات مختلفة تدي شكل جمالي أكتر. طبعا منظر مبهر جدا، يعني مواطنين اسكندرية يعني اتكلموا كتير عن الكباري. الكباري اصلا بالليل في اضاءه رهيبه جدا على الكوبري، منظر تحفه تحفه. انا شخصيا متخيلها بالليل مع الاضاءه والشكل. لا إضاءة، أكيد لا منظر جميل جدا 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 يعني. تمام. هل رأيتوا انه يكون قرب المدارس مثلا يكون في كوبري مشاه او قرب المستشفيات؟ بالفعل اكيد حصل. لا بالفعل طبعا عندنا اصلا يعني في كوبري مشاه اسمه كوبري المدارس. يعني هو اصلا في منطقه العوايد. ده هناك مجمع مدارس. ده بيخدم مدارس. بيخدم المدارس. يعني ده كوبري عليه منطقه زحمه جدا. طبعا كله طلبه، ده يعتبر يعني اطلق عليه كوبري المدارس. بحيث ان هو بيخدم طلبه المدارس. تمام. المشكله دلوقتي هتكون في ثقافه الناس انهم يستخدموا الكوبري بدل ما يعبروا محور سريع ويكون خطر على حياتهم، فازاي ممكن نوصل؟ ويمكن مش شغلك، لكن اكيد ممكن نفكر في طريقه تجبر الناس انها تعدي على كوبري مشاه بدل ما تعبر الطريق. والله يعني احنا بنحاول في الموضوع ده، بنسعى كتير جدا. ان انا مثلا الحواجز نيوجيرسي ده الحاجز الخرساني، الحواجز ده انا بقفلها دلوقتي تماما، بقفل الحواجز. بحس ان انت يعني احنا يعني ان انت بتيجي تعدي مفيش مكان انت تعدي منه، فتضطر تطلع. وطبعا انا مش بضطر اطلعك الكوبري، بحس ان انا كده مثلا يعني انا كده بجبلك على حاجه وحشه او تعب ليك او لا، بالعكس انا بحافظ على سلامتك، بحافظ. ده طريق سريع، ده محور، يعني ما ينفعش يبقى فيه اشارات مرور، ما ينفعش، لا يصح اي محور طريق سريع يبقى فيه اشارات مرور. فانا عامل لك كوبري، فانت بس مشكورا هتطلع الكوبري عشان تعدي الجنب التاني، ده حفاظا عليك وعلى سلامتك وعلى سلامه المواطنين كلهم. يعني كده عملنا حواجز خرسانيه عشان نمنع المشاه من عبور الطريق. حواجز خرسانيه دي لها استخدامين، ان انا افصل بين الطريق السريع كمحور وطريق الخدمات التابع للاهالي، وان انا يعني اي حادثه اي حاجه ان انا ما حدش يقدر ان هو يعدي او يعدي السريع، يجي من الخدمات يعدي السريع. هي طولها حوالي 90 سم،
فده صعب جدا ان انت كمواطن ان انت يعني تقفز عليه. تقفز عليه. انت لو خلاص بقى انا مش هقدر اعمل اكتر من كده حاجه. فبالتالي لازم استخدم الكوبري. فبالتالي لازم تستخدم الكوبري ده لسلامتك. يعني ده طريق محور مستحيل اعمل فيه مثلا اشاره مرور او لان الاقاويل تكسرت كتير طبعا على المواقع الاجتماعيه. فالناس تقول لك ليه ما عملناش اشارات مرور؟ يا جماعه ده محور، ده طريق سريع. ما ينفعش ان عربيه جايه سريعه انا اعمل لها اشاره واوقف. هو طبعا يتبقى ثقافه الناس زي ما اتكلمنا وده المهم. طيب هو الجميل برضو ان احنا استغلنا الكباري واطلقنا عليها اسماء شهداء من الجنود تحديدا. صح. وده يعني اجلالا طبعا للناس اللي بدمائهم وصلنا لهذه النتيجه. طبعا. ف يعني اشكركم جدا على طبعا على دي كانت لفته جميله جدا من القوات المسلحه ان كل كوبري كباري مش كباري سيارات اي كوبري مطلق عليه اسم شهيد من شهداء الوطن، من جنود، من قيادات، من يعني لفته جميله جدا الصراحه. والناس فرحانه بحاجه زي دي. يعني كل اهل لما يشوف اسم ابنه او باباه او اي يعني مهما كان صله القرابه اسمه مطلق على كوبري يعني انعكاس جميل جدا ليهم. يعني هي فخر لينا كمواطنين. طبعا طبعا هؤلاء بدمائهم احنا وصلنا للتنميه الى هذه الدرجه. طبعا. ابسط حقوقهم طبعا يعني ربنا يرحمهم. باشمهندس محمد، من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي حصلت على محور المحموديه هو وجود مناطق تنمويه زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. احنا رفعنا كفاءه الطرق، رفعنا كفاءه المكان، واضفنا حتى اماكن ترفيهيه واماكن اجتماعيه تليق بالسكان ويحتاجها السكان بالفعل. دي منطقه من ضمن المناطق التنمويه ال14 اللي على محور المحموديه. عباره عن ايه بقى؟ المنطقه التنمويه 100 هي اول منطقه في ال14 منطقه، هي مساحتها حوالي 10000 متر مربع. الخدمات فيها طبعا الخدمات مليئه بالخدمات للاهل المنطقه، هم محتاجين كل الخدمات دي، هم في حاجات معينه هم اللي طلبوها واحنا نفذناها لهم. طبعا احنا بنتكلم على 22 كيلو متر بالظبط، فاكيد بطول المسافه. المنطقه هنا حتى كانت ما فيش بوسطه هنا، فهم طلبوها خصيصا معموله لاهل المنطقه دي. ممكن ما تكونش موجوده في المناطق الثانيه. طبعا في المسجد الكبير، مكان مسجد قديم هنا، المسجد كان طبعا لاهل المنطقه كانوا عارفين اسمه العلي الكبير، والمسجد الجديد طلع بنفس الاسم مكان المسجد القديم بالظبط، يتسع ل 1800 مصلي. بعد كده في الميضه بتاعته في مبنى لوحده علشان الشكل الجمالي للمسجد يفضل زي ما هو. بعد كده هيجي المستوصف برضو الناس محتاجينه هنا، والخدمات الامنيه في اسعاف لاهل المنطقه، وفي مطافي، وفي مكتب بريد، وفي اداره المرور في مبنى. المستوصف مساحته كام تقريبا؟ المستوصف مساحته حوالي 1200 متر. مساحه كويسه. دورين، مستشفى صغير. دورين. بعد كده بيجي زي مبنى نادي صغير لاهل المنطقه، ملعب خماسي 20x40، الملعب اللي احنا فيه دلوقتي. بالظبط. بعد كده في خدمات الملعب. ملحق بيه طبعا كافيتيريا صغيره في الدور الثاني، وتغيير الملابس وفيستير للفرقتين طبعا، مع موجود الحساب لو في فرقتين او حاجه. هياليهم بعد كده الكافيتيريا بتاعه المنطقه، والكافيتيريا تطل على الحمام السباحه. خلينا ناخدها خطوه خطوه. ده الملعب الخماسي اللي بيخدم اهل المنطقه. مظبوط. كويس. مظبوط. وده الخدمات الملعب بتاعته. غرف تغيير الملابس وكافيتيريا ملحقه بيه في الدور الاول. ما شاء الله، انتوا رعيتوا في التصميم يكون حتى الجوده بتاعته عاليه، مش مجرد ملعب وخلاص. طبعا يعني. مش بنعمل حاجه. بنعمل حاجه يعني مجيزة. حتى الارضيه في الملعب. الارضيه الملعب 18000 شعره في المتر. دي من اعلى الحاجات الموجوده ومستورده طبعا. تمام. وبعد كده في الملحقات الاخرى اللي هي بالظبط. بعد كده بيالي الكافيتيريا معموله زي حضرتك شايف كيرتن وول، بتبص فيو على الملعب والفيو الناحيه الثانيه على حمام السباحه. كافيتيريا دورين حوالي 800 متر. بعد 800 متر الدور الواحد. بعد كده الحمام السباحه ملحق بيه جيم وساونا وسبا صغير في الدور الارضي. وبعد كده في قاعه الافراح حوالي 25x25. كل الخدمات اللي ممكن يحتاجها الشباب. بالظبط. كل حاجه الشباب. كل الاعمار يعني. وحتى ممكن يبقى في قاعه افراح مثلا. هي في قاعه افراح بقى في المبنى اللي فيه الجيم، في قاعه افراح فوق 25x25. 525 متر في 25 متر. 525. بتسع لكام واحد تقريبا؟ حوالي 2000 مثلا. 2000 2000 شخص. تمام. طيب الحاجات دي ما كانتش موجوده قبل كده، وده رائع جدا ان احنا اهالينا من البسطاء يكون عندهم ده. وجه الحياه يختلف 100%.
عن ما كان قبل تطوير محور المحمودية. كنا في مناطق عشوائية تقريبا، دلوقتي بقينا في مناطق حضرية اختلف فيها وجه الحياة تماما. طبعا احنا في ما يقرب السنة بالظبط الجزء ده كان صحراء، ما كانش فيه حاجة خالص، كانت الترعة المردومة وبعض المهملات والزبالة في الترعة اتنظفت وكل حاجة واتشالت وتم الإحلال على طبعا تابع لجامعة اسكندرية هي اللي حطت التصاميم، واحنا بنتابع معاهم مع المنطقة الشمالية، وظهرت بقى المباني واحدة واحدة كل حاجة دون الرسومات، وبدأنا في المباني. وده حمام السباحة. وده حمام السباحة. ده يسعى مساحته. ده حمام السباحة نص أولمبي 25×12.5، طبعا معمول تبع السبيسيفيكس بتاعت الأولمبيات علشان لو حد عايز يتمرن عليه، مش معمول كده برضو خلاص مقاسات معينة. نص أولمبي. نص أولمبي 25×12.5. وعمق. وعمق بادئ 1.20 و1.80 في الآخر. تمام كده تقريبا ترفيهيا مفيش حاجه ناقصه اهل المنطقه، ترفيهيا وخدميا. وخدميا واذا بنتكلم على 14 نقطه فاحنا كده خدمنا على كل اسكندريه كلها تقريبا. كل اسكندريه اتغطت، المحور كله بادئ من اول اسكندريه لاخرها. وطبعا ليه زي محاور تانية عمودية عليه بتوصل لإسكندرية بقيتها، هو برضو مش معزول، ده بالعكس ده هو هيشيل من الضغط اللي على إسكندرية على شارع بوير والكورنيش، فهيهدي إسكندرية وطبعا هينقلها نقلة تانية إن شاء الله. تمام طبعا كل الكلام ده إن شاء الله هيبتدي العمل فيه لما يتم استكمال كل محور بالضبط. إحنا شبه المحور طبعا تقريبا تم 95% منه. حاجات بسيطة اللي فاضلة يعني زي الرتوشات الأخيرة زي ما بيقولوا. تمام. لكن المباني كمباني خلاص جاهزه. المباني خلاص خلصت وان شاء الله التسليم يعني اخر الشهر ان شاء الله. ان شاء الله يسعد اهل المحموديه بالمنطقه دي او كل الاهالي الموجودين على محور المحموديه اقصد. ان شاء الله ربنا يسهل. باشمهندس منصور، من ضمن الخدمات المقدمه لاهالي منطقه محور المحموديه وجود كنيسه بهذا الاتساع. تمام. واظنكم سميتوها او اخترتوا لها اسم البشاره والملاك غبريال. تمام. تتسع تقريبا لكم مصلي؟ 500 مصلي. هو موجودين في الكنيسه في الدور الارضي والدور الاول صحن الكنيسه ودور الميزانين. شعائر الصلاه والمصلين بيتواجدوا في الدور الاول والميزانين. الدور الارضي موجود كخدمه للشباب، يعني ممكن يقضوا فيه وقت مثمر، يقدروا بين الصلوات مثلا يقدروا يعتبر نادي ليهم، يقدروا يلعبوا شطرنج، يلعبوا تنس طاوله، في حاجات كتير تتقدم ليهم. زائد ان في خدمات للكنيسه ومبنى خدمات تتكون من محولات كهرباء، مولد كهرباء، اوض حجرات التكييف المركزي، كل ده في الدور الارضي للكنيسه. بقيت اللي هي لراحه المصلين. لراحه المصلين طبعا. تمام. طبعا. الجزء الثاني اللي على شمالنا ده ده مبنى خدمات لخدمه الكنيسه واهل المنطقه برضو، بيتكون فيه قاعات مناسبات سواء للاحزان او للافراح، يعني افراح او مياكل. والقاعه سعه ل 300 فرد، زائد في مكان لاقامه الاسقف المسؤول عن المنطقه، زائد خدام الكنيسه والكهنه بتاعه الكنيسه، زائد ان في اماكن ككانتين كباع مواد غذائيه، كمكتبه عشان قراءه الكتب الروحيه الكتب الدينيه بتبقى مكتبه استعاريه، زائد مكان لاخوه الرب لمساعده الناس الفقراء من اهل المنطقه. كل ما يخص خدمه الكنيسه. كل ما يخص خدمه الكنيسه. موجود في مبنى واحد. موجود في مبنى على مستوى 500 متر. قبليه في مستوصف لخدمه اهل المنطقه كلها. مستوصف طبي. مستوصف طبي. بتكون مجموعه من العيادات التخصصيه، زائد مركز اشعه صغير، زائد معمل، زائد مركز علاج طبيعي، زائد جزء كصيدليه او كطوارئ، يعني بحيث لو في حاجه مستعجله علاج حاجة بسيطة ممكن تتعمل في قلب المركز. يعني حضراتكم عملتوا حساب كل حاجة في التصميم. ايوه ان شاء الله. المستوصف ده تقريبا مساحته قد ايه؟ المستوصف ده مساحته 350 متر مسطح الدور في ثلاث ادوار، دور ارضي والدور اول وثاني. اكتر من 1000 متر يعني طبعا. تقريبا مسطح 1050 متر. مبنى خدمات ده حوالي 500 متر 550 متر للدور، بيتكون برضه من ارضي واول وثاني. والكنيسة على مسطح 1100. زي ما حضرتك قلت انها بتساع
ل 900 مصلي. وزنا باشمهندس كده تكون خدمات المحور بالنسبه لسكانه اكتملت تقريبا من وجود كنائس ومساجد ومدارس وما الى ذلك. اكيد طبعا، لان هو مشروع المحور محموديه نقل اسكندريه نقله كبيره جدا كخدمات طرق كاماكن ترفيهيه، لان ملحق بيه برضه حمامات سباحه ومناطق ترفيهيه للسكان كلها، اماكن لاقامه الشعائر سواء في المساجد او الكنائس، الخدمات اللي موجوده كشرطه واماكن للاطفاء واماكن، كل الخدمات موجوده في المنطقه دي، كان يصعب الوصول اليها وبقت بتخدم اهل اسكندريه كلها. هو كمان بالاضافه لوجود الخدمه جوده الخدمه نفسها. اكيد طب يعني بدل الكنيسه الصغيره دلوقتي عندنا متسعه، يعني الكنيسه اللي متسعه، الكنائس كانت مسطحه يساع 200 مصلي، بقت في كنيسه 900 مصلي، في خدمات ملحقه بالكنائس يعني ما كانتش موجوده، يا دوبك كنيسه لاقامه الشعائر بس، لكن كونك تعمل كنيسه بخدمات مصاصه بيخدم اهل المنطقه كلها ومبنى خدمه لاهل الكنيسه كله، فده كل حاجه حلوه جدا. كل ما لم يكن متوفر صار متوفر او هيبقى متوفر ان شاء الله. طيب تقريبا كده المبنى، مبنى الكنيسه الاساسي كله خرساني. أيوة. على ارض كانت المفروض انها رخوه، فده اكيد تعبكم شويه في التصميم والتنفيذ. ده تتطلب اقامه حاجه اسمها خوازيق للاساس. الخوازيق دي كانت على عمق 22 متر، كان بتدق وبعد كده اتعمل عليها قواعد مسلحه وسكيلتون خرسانه. عليك شايف حجم الخرسانات قد ايه في المشروع. خدت جهد منكم يعني؟ اخذ جهد وكميات كبيره من الخرسانات. طيب امتى نشوف الكنيسه بقى مكتمله ومفتتحه؟ ان شاء الله في حدود 3 ل 4 شهور ان شاء الله. من زار منطقه محور المحموديه قبل عامين لن يعرفها الان، فقد تغير الواقع بشكل كامل. من هنا مر البنوون المصريون ليغيروا الواقع الى ما يليق بمصر المستقبل، وهكذا ودوما مصر بتبني. تقبلوا اطيب التحيه من فريق عمل هذه الحلقه ومني احمد بشتو. طابت اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.